بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ في دراسة منهج أحياء واحد، ونبدأ بالفصل الأول، الفصل الأول، وبناخذ نبذة عن هذا العلم الهام جدا، علم تجريبي، ويتناول علم الأحياء دراسة المخلوقات الحية. وكلنا نعلم أن المخلوقات الحية تنقسم إلى قسمين رئيسيين: مخلوقات الحية اللي هي الحيوان والنبات بشكل أساسي، مخلوقات الحية. وسنتناول في هذا العلم خصائص هذه المخلوقات الحية وتصنيفاتها المختلفة، حتى الأحياء الدقيقة، البكتيريا والفيروسات، إلى المخلوقات المعقدة، الثدييات والطيور. كما نتناول في هذا العلم أيضا دراسة النبات بمختلف أنواعه وأجناسه. ليس هذا كله في أحياء واحد، لكن عبر دراسة علم الأحياء. وسنوظف الطرائق العلمية التي استخدمها العلماء لدراسة هذا العلم. كلنا يعلم أن الفكرة الرئيسية لعلم الأحياء هي أن الأحياء تتميز بخصائص تشترك جميع المخلوقات الحية، اللي هي أطلقنا عليها اسم الحيوان والنبات، تشترك في خصائص الحياة. فما هي خصائص الأحياء التي تعرفها أو التي درستها؟ فمثلا من خصائص الأحياء الحركة، المخلوقات الحية تتميز بالحركة. سنناقش هذا تباعا بعد قليل. مثلا ماذا تعرف عن خصائص المخلوقات الحية؟ أيوة، النمو، تكبر، تزداد حجمها مع مرور الأيام، وهذا لا يتأتى إلا بالتغذية. هذا من خصائص المخلوقات الحية. ثم ماذا بعد هذا؟ الاستجابة، أيوة، التنفس، تتنفس، تأخذ ثاني الأكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون. أيضا الإخراج، تخرج من أجسامها المواد الغير صالحة. وهكذا سنتناول وسنتعرض إلى هذه الخصائص التي تشترك فيها جميع المخلوقات الحية، وهي سميناها خصائص الحياة التي تميز المخلوق الحي من المخلوق غير الحي. فلو أسقطنا هذه الخصائص على مخلوق غير حي زي الطاولة أو الحجر أو غيره، نجد أن الحجر لا يتحرك ولا ينمو ولا يتغذى ولا يستجيب ولا يستجيب. طيب، هذه مقدمة، وستناول أن تشترك جميع المخلوقات الحية في خصائص الحياة التي ذكرناها سابقا. ما هي خصائص الحياة؟ نعم، ما هي خصائص الحياة؟ فبنجد أن هذا العلم، علم الأحياء، لو عرفنا علم الأحياء، علم الأحياء هو العلم الذي يهتم بدراسة جميع أصل الحياة، العلم الذي يدرس أصل الحياة وتاريخها، العلم الذي يدرس أصل الحياة وتاريخها. أصل الحياة بمعنى كيف ينمو المخلوق الحي من النطفة مثلا في الإنسان، حيوان منوي وبويضة، أصل الحياة، وينفخ فيه الحياة، وتاريخ ذلك، مراحل النمو المختلفة. فهذا هو علم الحياة،
علم الذي علم الأحياء مش الحياة، وتركيب المخلوق الحي وتركيب المخلوق الحي والقيام بوظائف، والقيام بوظائفه المختلفة، القيام بوظائفه المختلفة. فبنجد أن هذا علم الحياة هو العلم الذي يعنى بتركيب المخلوقات الحية، يعتني هذا العلم بتركيب المخلوق الحي وكيف تتفاعل المخلوقات الحية مع بعضها البعض، لأن هناك عملية تكامل لهذه المخلوقات الحية في بيئاتها المختلفة، في بيئاتها المختلفة. ماذا يعمل علماء الأحياء؟ طيب، لربط هذه المسائل التي ذكرناها سابقا، اللي هو أنه هذا العلم يدرس أصل الحياة وتاريخها، تركيب المخلوقات الحية، وظائفها، تفاعلاتها. ماذا يعمل دارسو علم الأحياء؟ طيب، نتناول في عجالة تاريخية بسيطة دراسة تنوع الحياة، دراسة تنوع الحياة. من الذي قام بهذا من العلماء السابقين؟ ابن سينا، عالم عربي له دور في علم النبات والحيوان، علم النبات والحيوان. ماذا ذكر في هذا المجال ابن سينا؟ ماذا قال ابن سينا عن درس النبات ووصفه وصفا دقيقا، درس النبات ووصفه وصفا دقيقا، هذا في مجال النبات. وفي مجال الحيوان وصف، أشار إلى وصف الطيور وهي حيوانات، الطيور وبعض حيوانات الأخرى، إشهار الطيور، هذا ابن سينا. في مجال الأمراض، في مجال الأمراض، في مجال الأمراض هناك عالم كبير آخر هو ابن البيطار، ابن البيطار، ابن البيطار، ابن البيطار هذا ألف كتاب اسمه المغني في الأدوية المفردة في العقاقير، ألف كتاب المغني في الأدوية المفردة، كتاب المغني في الأدوية المفردة في العقاقير. والأمراض هي التي تصيب مخلوقات الحية. هناك عالم آخر مشهور جدا، أبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي ألف
أيضا كتاب وصف فيه الجدري والحصبة. يبقى هذا العالم أول من أشار إلى مرض الحصبة. حصبة ما زالت موجودة، والجدري مرض انقرض، أمراض فيروسية تسببها كثير من الفيروسات، واكتشف الميكروبات المحدثة للمرض. واكتشف مين هو؟ أبو بكر الرازي. واكتشف الميكروب معناها ميكروبات، بكتيريا أو فيروسات. واكتشف الميكروبات المسببة للأمراض هذه. ده بالنسبة للبحث في الأمراض، البحث في الأمراض. طيب، تحسين الزراعة، بحث في الأمراض، تطوير التقنيات، تعريف تغنية. تعريف التغنية، تطبيق المعرفة العلمية. تغنية هي تطبيق المعرفة العلمية لتلبية احتياجات الناس، لتلبية احتياجات الناس وزيادة إمكانيات وزيادة إيش؟ إمكانية. استعمل الإنسان هذه التغنية لدراسة علم الأحياء. فمثلا اليد الصناعية، مثال اكتشاف اليد الصناعي. إنسان بترت يده في حادث ولا غير، والإنسان لازم يحتاج ليه اليدين في استخدام. فأدى هذا إلى أنه يستعيض الإنسان باليد الصناعية عند فقد ذراعه، عند فقد ذراعه لتعوضه شيء وإن لم يكن كل مما فقده. فطور الدكتور تشارلز درو طرفا لفصل بلازما الدم عن خلاياه وتخزينه أيضا فصل البلازما عن الخلايا. مثال واحد اثنين، فصل البلازما في عمليات نقل الدم عن الخلايا، وده اكتشاف متطور وتقنية عالية عوضت الناس الذين يحتاجون إلى عمليات نقل الدم عند عملية نقل الدم. وتطور عملية نقل الدم من التطورات الكثيرة جدا التي ساعدت الإنسان على الحياة وعوضته كثيرا مما فقده. طيب، حسن الزراعة، تحسين الزراعة. شايفين هذا الرجل عالم يبحث في كيف تستجيب النباتات للضوء. الضوء، شوف الاستجابة ليه الضوء. هذا النبات دائما
بيستجيب نحو الضوء زي ما ندرس إن شاء الله في أحياء ثلاثة، اللي هي الاستجابة بالنسبة للضوء، وهي ما نسميها بعملية الحركة. الحركة ففي مجال الزراعة، والزراعة النبات مخلوق حي، قام علماء بدراسة الهندسة الوراثية للنبات، دراسة الهندسة الوراثية للنبات، ودي من آخر تقنيات الزراعة وما تنتجه إمكانيات إنماء الزراعة في تربة غير خصبة، وإنماء الزراعة في تربة غير خصبة حتى بدون تربة، وفرت الحين كثير من المشاتل التي تعطي النبات غذاء مباشر، ومقاومة الحشرات، ونعم مقاومة الحشرات والآفات الزراعية كالفطريات نعم البحث في زيادة إنتاج الغذاء، البحث في إمكانية زيادة الغلة الزراعية، الغلة الزراعية القمح والذرة لمقابلة الزيادة في عدد السكان، لمقابلة الزيادة في أعداد السكان. فصارت الزراعة الحديثة والحرث والري المتطور، هرمونات نباتية، في مجال الهرمونات النباتية البحث في مجال الهرمونات النباتية، والهرمونات النباتية أيضا بتؤدي إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة وحساسية النبات للضوء وحساسية النباتات للضوء، أن النبات هذا يستجيب للضوء والماء وجاذبية الأرضية عبر الهرمونات النباتية مثل الأوكزين والجبرلين والإيثيلين وغيرهم من أنواع الهرمونات النباتية المختلفة. فهذا هو مجال تحسين الزراعة. إذن دور العلماء تمثل في تنوع الحياة والبحث عن الأمراض وتحسين الزراعة وتطوير التقنيات، وباقي علينا حماية البيئة. البيئة هو المحيط الذي يعيش فيه المخلوق الحي، البيئة المحيط، هذا تعريف العلمي، المحيط هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي بما فيه من إمكانات مختلفة مع مكوناته، مع مكونات المحيط الحيوية، الحيوان والنبات واللا حيوية، تربة، الأمطار، الهواء، الضوء، هذا هي تعريف البيئة. كل هذه العوامل بتأثر. البيئة الصحراوية رمال، حرارة، مع جمل، مع شجيرات قليلة، نبات، هذا كله بيئة صحراوية، محيط يعيش فيه المخلوق الحي. هذا الجمل قادر أنه يوظف حياته على هذه المعطيات الصعبة جدا ويعيش فيها. طيب، تم
تطوير البيئة، ثم تطوير طرق الحفاظ على النبات والحيوان اللي هي البيئة، على المخلوق الحي. تم تطوير طرق الحفاظ على الحيوان والنبات وحمايتها من الانقراض، وحماية المخلوقات الحية من الانقراض. الانقراض هو اختفاء آخر فرد من المخلوق الحي زي الديناصور، انقرض. اليوم بنسمع انه كان في حيوانات اسمها الديناصورات قبل ملايين السنين انقرضت، فبنحافظ على بعض المخلوقات الحية المهددة بالانقراض. عندنا في المملكة المها الوضيحي والضب، هذه من حيوانات مهددة بالانقراض. الفيلة والتماسيح في العالم والنمور كلها، الافيال، حيوانات مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر. فبنسن القوانين سواء كان عبر المحميات، ويتأتى هذا ويتأتى ويكون هذا عبر المحميات بالقانون. سميت محمية لأن تحميها الدول بسن القوانين الطبيعية. وفي المملكة يتجاوز 20 محمية، ومنها محميات صيد، مجازة الصيد، ومحمية الوعول بحوطة بني تميم والحريق في المملكة العربية السعودية. وكثير من الدول، السودان وغيره، بتسن هذه القوانين حتى الناس لا يتغولون على الصيد الجائر، وحتى النبات، قطع الأشجار أو ما يسمى بالاحتطاب يعتبر عملية صيد جائر، وهذا يهدد عمليات الانقراض.